مرحبا. ببلادنا الشمس بتضل مرافقتنا معظم أيام السنة، لهالسبب النظارات الشمسية ما فينا كتير نستغني عنها، وكل سنة موضتها بتتغير نضطر نغيرها، خاصة إذا كنا من محبي الموضة. لكن وضع النظارة له أصول. بالأماكن المغلقة وتحت سقف النظارة ما إلها لزوم، خاصة بالمناسبات الرسمية والزيارات. احترام الشخص التاني والتواصل البصري شي مهم، لهالسبب من المحبب نزع النظارة خلال حديثنا وجها لوجه. النظارات للعيون مش للراس، من الأفضل وضعها داخل علبتها وقت ما نكون بحاجة إلها. إذا كنا بمطعم أو مكتب ما منوضع النظارات على الطاولة، من المستحب وضعها بحقيبتها جانبا. أنا سولانج تراك، تابعوني بالحلقة المقبلة من أخلاق واتيكات مع نقاط جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.